صباح الخير دكتور فري، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير، يعطيك العافية سيدي نتالي سيد عبدو يا هلا. الله يخليك، تحيتنا للعاصمة الثانية. خبرنا هاللجنة شو عم تشتغلوا، من كم شخص مؤلفة، على أي مناطق عم توصلوا؟ يعني بالبداية شكرا على استضافتكم وعلى اهتمامكم بهذا الموضوع بطرابلس اليومي اللي هو عم يطغي على كل المواضيع وكل الأمور. بالبداية يعني أكيد نترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى ومندين أكيد هذا الاعتداء الصهيوني الغاشم على لبنان وعلى فلسطين اللي عم يستمر من ما يقارب السنة اليوم. نعم أكيد هذا الاعتداء الوحشي الأخير اللي صار بالأسبوع الأخير على لبنان أدى إلى حركة نزوح كثيفة جدا، وأكثريتها كانت بمنطقة طرابلس بشكل خاص والشمال بشكل عام. وبالتالي لابد انه مواكبه هذا الموضوع من المؤسسات الرسميه الموجوده بالمدينه ومن مؤسسات المجتمع المدني والاهليه المدنيه والاهليه لحتى نقدر نتخطى هذه الكارثه. نعم اليوم عدد النازحين بطرابلس كثير كبير، انفتح ما يقارب ال 20 مركز ايواء بعدد من مدارس المدينه والمدارس المحيطه بالمدينه ببعض الاقضيه. إضافة إلى الأوتيل اللي كان بطرابلس اللي كان مقفل له سنوات كمان تم فتحه لهذه الغاية، إضافة إلى بعض الناس اللي استضافت عائلات من النازحين ببيوتها أو كان عندها بيوت قدمتها بدون مقابل، إضافة أيضا إلى المنازل اللي تم استئجارها من بعض أيضا النازحين بالمدينة. يعني في عنا عدة مراحل بهذا الموضوع. اليوم كل المراكز تقريبا اللي فتحت صارت مليانه. نحن بنتواصل كل يوم بيوم ونقدر حسب النزوح نفتح مراكز جديده. تشكلت اكيد بقاليه بطرابلس بمحافظه شمال برئاسه سعاده المحافظ وامين سر المحافظه الاستاذ ايمان الرافعي، ايضا مع عدد من الهيئات والجمعيات المعنيه بهذا الموضوع. وتم العمل مباشرة لتأمين هذه المراكز وتأمين أشخاص يتابعوا مستلزمات ومتطلبات هذه المراكز، وهؤلاء النازحين يحاولوا يأمنون إياها بقدر المستطاع. هذا بشكل ملخص بداية من هالثلاث أيام اللي صاروا لليوم كيف عم تتم متابعة هذه الأزمة. قديش عم تواجهوا صعوبات أم لهلأ يعني الأمور ميسرة، خاصة أنه شفنا بمطرح التقاعس من قبل الجهات الرسمية؟ يعني هلا اكيد في صعوبات كثيره بهذا الموضوع، يعني ما كنا متوقعين هذا الكم الكبير وهذا العدد الكبير من النازحين الى مدينه طرابلس والشمال. ومثل ما ذكرت بطرابلس كان العدد الاكبر بضواحيها. الحكومه وضعت خطه طوارئ بدايه هذه الحرب، نفذت هذه الخطه الى حد ما، شفناها على الصعيد الصحي ببدايه التفجيرات اللي صارت باللاسلكي وبالبايجر والى اخره، ونفذت الى حد ما. الصعوبات اللي عم نواجهها يمكن المدارس فتحت ولكن في بعض المدارس غير مؤهله عم يتم تاهيلها بشكل سريع لتستقبل، هلا كنت عم تحكوا عن موضوع المي، تأمني مي تأمني كهرباء بموضوع هذه المراكز، اضافه الى ذلك تأمني المستلزمات الاساسيه يعني من فرش محرمات من ادويه من مواد غذائيه، كل هالامور هذه اللي هي محتاجها هؤلاء النازحين. هلا صار في بعض المساعدات والتقديمات من تجمع المؤسسات الدوليه بناء على الخطه اللي وضعتها الحكومه والتواصل معهم، ولكن اكيد هذا الشيء ما بيكفي لانه العدد كثير كبير وبعد نحن بحاجه الى هون شو مستلزمات. بتطالبوا؟ يعني لمين صوتكم بتودوه؟ اكيد اكيد، اولا نحن هون بنطالب الحكومه بنطالب المجتمع الدولي والمجتمع العربي اصلا، لانه وين نحن الان بنعرف جي اوز؟ بس قلت لي مجتمع دولي وهيئات، يعني الان جي اوز طبعا وين؟ طبعا هن في تجمع المؤسسات الدوليه اللي هن عباره عن تجمع للمنظمات الدوليه اللي هي عامله وفاعله في لبنان، هي عم تقدم مساعدات وصارت مقدمه كميات كبيره، ولكن هذه الكميات غير كافيه حسب عدد النازحين. يعني عم نحاول قدر الامكان بالاول نامن الناس الموجوده بهذه المراكز الايواء، ولكن في عندنا مشكله ثانيه انه في ناس اضطرت تستاجر منازل، ولكن هذه المنازل اللي استاجرتها هي منازل فاضيه ما فيها شيء ابدا، فبالتالي كمان هو لازم يعني يكون في نظرة لهم وتأمل لهم بعض المستلزمات والمواد. هلا عم يصير في تقديمات بشكل يومي، ولكن المطلوب أكثر من هذا الموضوع خاصة نعم. إذا صار في لسه
عملية نزوح أكبر، ومثل ما عم نشوف الوضع ما ببشر بالخير يعني. سؤال أخير دكتور فري، يعني بتعرف السوشيال ميديا والفيديوز اللي بيتم تناولها والقصص، يعني أنه بطرابلس صار في اعتداء على بعض النازحين، تم طردهم، ما بعرف يعني بهالإطار، خبرنا أكثر، في شي حوادث من هالنوع أم أنها كلها تناقل أخبار كاذبة أو شو فقط إنه حادث فردي للتضليل؟ صغير وتم ضبطه؟ يعني للأسف، للأسف، وهذا اللي على طول بنعاني منه بطرابلس، إنه أي شغلة صغيرة أو بسيطة الإعلام بيضخمها لحد كبير. يعني نحن عم نقول بحديثي إنه في ناس استقبلت عائلات نازحين ببيوتها، وفي ناس قدمت بيوت مجانا، واليوم في خلية من عدد كبير من الجمعيات والهيئات المدنية والأهلية اللي هي متفرغة فقط لخدمة هؤلاء الضيوف، هؤلاء النازحين بكل المراكز. نعم فكل هالكمية الكبيرة من الناس ومن هالأعداد الكبيرة من الناس اللي عم تقوم بخدمة هؤلاء النازحين، تأمينهم كل ما يلزم، ما بنشوفها، بنطلع على إذا فرد معين أو شخص عمل حكي شي موضوع أو عمل شي تصرف. أكيد هذا ما بيعبر عن أغلبية الساحة مدينة طرابلس. اليوم في أكيد ما يقارب منه نمط عام آلاف يعني، صحيح النازحين، آلاف النازحين بالمدينة ومختلف المراكز، أكيد بده يطلع صوت تشاز من هون أو من هون، هذا شيء طبيعي وموجود بكل المناطق. نعم بكل المناطق وبكل الطوائف وبكل المذاهب. مع الأسف ولكن إيه أكد على الكمية اللي يعني العدد الأكبر من الناس والأغلبية الساحقة من الناس اللي متعاطفين مع هؤلاء الأخوة ونحن نعتبرهم ضيوفنا، وعن جد عم بحكي بكل صدق، كل هذه الجمعيات وعم تتسارع لحتى تغدر. يعني نحن عم نقول بلشنا أول طريق، خدنا عدد من الجمعيات لتساعد مراكز الإيواء، وحطينا على ليست عدد آخر إنه بكل ما زاد مركز نستعين بجمعية أخرى. كل الناس محمسة ومشجعة، لأنه هذا شيء إنساني، شيء اجتماعي، ما له علاقة بالخلافات السياسية الداخلية، هيدي ما هيدي بعاد عنا نحن بهذا الموضوع. في نعم عنا ناس، في عنا أطفال، في عنا نساء، في عنا شيوخ تركوا بيوتهم، تركوا مناطقهم، تركوا قراهم، لازم نساعدهم قدر الإمكان وقدر المستطاع، بغض النظر عن الخلافات السياسية الضيقة أكيد بيننا. نعم. يعطيكم شكرا ألف لك عافية. دكتور رامز فري، رئيس رابطة ثقافية بطرابلس. الله يقويكم. مرسي.